الاستثمار هذه الايام، ايام الاستثمار، ايام رجب خاصه، قالوا تستغفر الله في كل يوم 70 صباح و70 مساء، ومن هذا اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي، اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي، اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي 70 صباح و70 مساء في رجب، واستغفر الله ذا الجلال والاكرام من جميع الذنوب والاثام 50 صباح و50 مساء، استغفر الله ذا الجلال والاكرام من جميع الذنوب والاثام. هذا الاستغفار هو الذي يلين القلوب، هذا الاستغفار هو الذي يثبت الايمان، لان هذا الاستغفار ما شاء الله نعمه من الله، انعم الله علينا، ما جعلنا كالامم السابقه. الامم السابقه استغفر يقتل نفسه، غلطوا من اسرائيل قال اقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، فمن قتل نفسه وقتل تقاتلوا بعضهم البعض. يقول سيدنا ابن عباس امر بعد ما استغفر لهم موسى، نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاه والسلام لما عبدوا العجل، قال الله لا تغفر حتى يقتلوا انفسهم. بلغ حضر بي الله موسى قال لا توبه من قول الا بقتل، قالوا قتل. فانزل الله عليهم السحابه السوداء فاقتتلوا في ساعه واحده اكثر من 70,000 قتيل. فلم تنكشف السحابه الا بعد 70,000 قتيل، فتاب الله عليهم. ونحن الحمد لله، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا اني شيء ثقيل كما هذا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.